أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على سيدي أشرف المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل مع حضراتكم في قراءة المقدمة، مقدمة المجموع لمولانا الإمام النووي، وقد انتهينا عند معلومة رائعة أن الإنسان لا يأتي بالصورة، لا بد أن تكون الصورة موافقة للمضمون، والصورة هي صورة العبادة والمضمون هو العلم، فعبادة من غير علم لا تكون. يلا مولانا. فإن حصرت معرفته بالكتب الفقهيات المصنفة في أحكام الديانات. هو يتكلم عن عصره مولانا، مولانا يتكلم عن عصره، يتكلم على هذا القرن. مولانا الإمام النووي كان عايش في عصر مملوكي، كان عايش في العصر الإيه المملوكي، فهو يتكلم أن السبيل الوحيد الذي يجعلك لا تعبد بالصورة أن تقرأ الكتب. علشان كده مولانا يؤلف هذا الكتاب، حتى لا تكون العبادة صورة، حتى لا تكون العبادة إيها صورة. ده هدف مولانا من الكتاب. قلت لكم في كتاب رائع ياريتكم تقروه، شرح السنة لمولانا البغوي المنتقل 517، جمع 4442 حديث. ليه مولانا قال وجدت الإسلام اسما رسما، يعني الإسلام بقى اسم، لكن فين المضمون؟ فين 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 الجوهر؟ بيضيع. علشان كده أنا أريد أن أحيي السنة. كيف تحيي السنة يا مولانا؟ أحييها عن طريق العلم. فجمع لنا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بشرح مختصر، بشرح جميل، سماه شرح السنة، 8 مجلدات، يعني ليست مجلدات ضخمة، مجلدات متواضعة شوية، طبع دار الفكر. شوف يا مولانا، هنا مولانا بيقول لك أهو لقد انحصر العلم الآن في الكتب. ليه مولانا؟ عشان المشايخ يشرحوها. ولذلك مولانا النووي كان يحضر في اليوم 12 درس أو 13 درس، كان ياخد درسين في المهذب ودرس في الوسيط، يعني كان بيقرأ فقه في اليوم 3 مرات. ولما كبر عمل المهذب وعمل الوسيط، بس هو عمل المهذب الأول، شرح المهذب، ووعد أنه إن شاء الله سيجمع الملحوظات والعناصر والفوائد التي جمعها على الوسيط ويكون حاشية عليه، وطبعت حاشية مولانا النووي على الوسيط، مطبوعة الآن، مطبوعة طبع دار السلام، 7 مجلدات، مطبوعة. فهمت يا مولانا؟ هذا الكلام الشيخ بيمهد، وده اللي قلت لكم من شروط المقدمة أن تشتمل على إيه يا مولانا؟ على سبب التأليف. ما الحاجة إلى هذا التأليف؟ أنه يريد أن تكون العبادة ليست صورة فقط، صورة ومضمون، صورة ومعنى، صورة وعلم. قول يا سيدي. فهي المخصوصة ببيان ذلك وإيضاح الخفيات منها والجليات. الخفيات يعني تحتاج إلى إظهار، الجليات لا تحتاج إلى أحد، كالمعلوم من الدين بالضرورة. صلاة الظهر 4 ركعات في مشكلة؟ خروج البول ينقض الوضوء في مشكلة؟ لكن لمس المرأة التي ماتت ينقض ولا لا ينقض في مشكلة؟ عموم الآية، أين الآية، العامة خاص، مش عارف إيه، في كلام هنا يبين للخفيات. حكم لمس المرأة الميتة إيه؟ ينقض الوضوء ولا لا ينقض؟ ينقض لعموم الآية. أو لامستم النساء الميتة نساء ولا ليست نساء؟ فليست مشتهاة، ليس على مذهب مالك ولا أبو حنيفة، نحن نقول على مذهب مولانا الإمام الشافعي لمس المرأة الميتة يا مولانا ينقض الوضوء لعموم الآية. أو لامستم يا مولانا والمرأة الميتة نساء ولا ليست نساء؟ ده ليس أي إنسان يعرفه، ده خفيات، الجليات والخفيات. الجليات معلوم من الدين بالضرورة، يعرفه أي إنسان، لكن خفيات لا يا مولانا، موضوع مختلف، عايز شيخ يبين، عايز علم يبينه. قول يا ابني. وهي التي وضح فيها جميع أحكام الدين والوقائع الغالبات والنادرات وحرر فيها الواضحات والمشكلات. وقد أكثر العلماء رضي الله عنهم التصنيف فيها من المختصرات والمبسوطات. إيه المختصرات؟ مختصر المزني. إيه المبسوطات؟ الأم. إيه المختصرات؟ الوجيز. إيه المبسوطات؟
العزيز؟ ايه المختصرات المتوسطات كده كده وانت ماشي وانت ماشي. والكتب تختصر لتحفظ وتبسط وتشرح ليه يا مولانا؟ لتفهم. وده خدمه، فلان يختصر وفلان يشرح. سلسله ايه؟ سلسله مذهب الامام الشافعي الذهبيه. الام ده كبير، يجي المزني يختصر، يجي مولانا الجويني يشرح، يجي مولانا عبد الكريم يختصر، يجي مولانا الغزالي الاول يختصر، يجي مولانا عبد الكريم الرفعي يختصر، يجي مولانا النووي يختصر، يجي مولانا زكريا الانصاري يختصر، يجي احنا نقرا ونشرح. خدمه، خدمه. كتاب طالع نازل طالع نازل، خدمه. هذا الكتاب لا شك ان العلماء تناولته بالقبول، فلما تناولت العلماء هذا الكتاب بالقبول صار ايه مولانا؟ صار من الكتب التي فيها بركة، وسبب بقاء معظم الكتب الموجودة إلى الآن بركة التدريس، أنها تدرس. فإذا درس كتاب أحياه الله. قول يا سيدي. وأوجع فيها من المباحث والتحقيقات والنفائس الجليلات. النفائس مولانا يعني اللي فيها شيء غالي. لما يجي عبد الله بن عباس ويقول لك ثلاثة لا تقبل إلا مع ثلاثة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أنشكر لي ولي، دي نفيسة، حاجة حلوة أوي. النفائس يعني الجواهر الغالية، لكن دائما المعلومة الغالية عند طالب العلم أغلى من الذهب. الذهب زينة، لكن المعلومة حياة، مستقبل، شغل، عمل. تشتري سيارة ولا تشتري مكنة؟ اشتري مكنة. مكنة تأتي بأموال السيارة، لكن السيارة لا تأتي بأموال المكنة. المعلومة تأتي بالرزق، لكن الرزق لا يأتي بمعلومة. فهمت مولانا ولا ما فهمتش؟ ها قول يا سيدي. وجمع ما يحتاج إليه وما يتوقع وقوعه ولو على أدى الاحتمالات البدائع وغايات النهايات. قلنا ونكرر أن الفقه في افتراضات. ما الحكم لو إنسان يحمل قارورة ضخمة كبيرة من فساء، يعني هواء يخرج من بطن الإنسان، الريح ينقض الوضوء، لكن هل الريح نجس؟ إذن من يحمل الريح، ريح فوق كتفه كده في قارورة، مثال افتراضي، حكم صلاته إيه؟ حكم هذا الهواء طاهر ولا نجس؟ إذن إذا صلى وهو يحمل هذه القارورة الضخمة الكبيرة مباح. طب إذا كان يحمل قارورة من بول، البول لا يأتي في ثيابه، حكمه إيه؟ شفت. الأولى من العجائب والنوادر، دي من الغرائب. معقولة ممكن واحد يحمل بول؟ أيوة. الطبيب عندما ياخذ دم تحليل، تعرفون تحليل؟ هذا الدم طاهر ولا نجس؟ نجس، خرج من جسمك. طيب نحن نريد تحليل بول، فوضع البول في قارورة، البول نجس ولا طاهر؟ عشان يعرف نوع الأملاح يا سيدي، عشان يعرف الزوجة حامل ولا لا. أنا قلت الكلام ده، إذا امتنعت يعني لم تأتي دماء الدورة نقعد أسبوعين، ثم نأخذ إيه مولانا؟ البول. هذا البول رجاء أن يكون في الصباح، أول مرة تتبول المرأة، فهمتوها؟ يعني الساعة 5 الساعة 6 ممكن، لكن الأفضل أن يكون بول أول مرة في الصباح. خدنا البول فين يا مولانا؟ خدنا في قارورة، في زجاجة، وأحكمت الزجاجة ونرسلها للطبيب للمعمل ينظر. أنا أنسى، كانت الزجاجة صغيرة، فأنا أضعها فين مولانا؟ أضعها زي الموبايل كده، أنا أضعها في جيبي، ثم أذن للصلاة، الله أكبر، أنا أصلي إيه مولانا؟ في قارورة. قارورة دي نجسة ولا طاهرة؟ حكم من يصلي وفي ثوبه نجاسة، هو حكم من يصلي وفي ثوبها، نعمل إيه؟ وجب إخراجها، فإن كان قريب عهد أخرج، بعيد خلاص. فهو يصلي فجبنا له قارورة، جبنا له حمامة ميتة، دجاجة ميتة، نجسة ولا طاهرة؟ نجسة.
دجاجة ماتت. يعني ايه ماتت؟ ها، خرجت الروح من غير زكاة شرعية، نجسة ولا طاهرة؟ نجسة يا مولانا. راح بنهزر مع الشيخ وهو يصلي، رحنا حطينا له الدجاجة كده. معلش وقف شوية. خلاص مولانا، الشيخ بيعمل ايه دلوقتي؟ في دجاجة ميتة وهو يصلي. بكل بساطة الشيخ يعمل كده، مشيت النجاسة. لكن إذا قذفنا بنجاسة صار صوبه نجس، هل يعرف يتطهر منه وهو يصلي؟ مش هيعرف، بطلت صلاته. كمن قذفه ببول أو بدم أو بغير كده. دي مولانا اسمها ايه مولانا؟ ها، خفيت لكن واضحة سهلة. لكن مين يذاكر؟ كان مولانا الزركشي ليس عنده كتب، فكان يذهب إلى سوق سوق النساخين، يعني سوق المكتبات، فكان يقرأ في المكتبات، فإذا قرأ معلومة مهمة هو يحفظها، ثم يذهب إلى البيت مسرع ثم يدونها في الدفاتر. ولذلك كتب الزركشي كلها مليئة بالغرائب والعجائب والنفائس. كان يقعد يقرأ في السوق وبعدين يحفظ، ويروح على طول في البيت عشان يعمليها يدون قبل أن إيه؟ قبل أن ينسى. بحر المحيط من أجمل كتب الأصول، أجمل كتب. مين يختصر الشوكاني؟ إرشاد الفحول اختصار له، اختصار. البرهان، علوم القرآن، يا سلام. زركشي وله شرح على المنهاج لكن مختصر شوية. له شرح. فهمتها؟ أحكام المساجد كتاب ممتاز جدا، رائع جدا، مليان نفائس، مليان غرائب، مليان عجائب. شغله يا مولانا، شغله. خش عليه. حتى لقد تركونا منها على الجليات الواضحات. ده دور العلماء يا مولانا. إياك أن تفعل كتاب صعب، وإذا وجدت كتاب صعب أنت تزلله بالتيسير، أنت تزلله بالتيسير والتوضيح. دور العالم أن يوضح، وإلا لا فائدة منه. فشكر الله الكريم ولهم سعيهم وأجزل لهم المثوبات. يا سلام، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. نعم، هؤلاء الناس تعبوا، هؤلاء عملوا الكثير. أنا آتي آكل وخلاص. لا يا مولانا، ما دمت تاكل وخلاص أشكر من صنع الطعام، أشكر من أعطاك المعلومة، من كتب المعلومة. نعم، من لم يشكر الناس لم يشكر إيها الله. قول يا ابني. وأحلهم في دار كرامته أعلى المقامات. فين دار الكرامة؟ الجنة. مقام درجات المقامات هناك يا مولانا في الجنة. ليه؟ دول علماء، دول علماء. ها، وجعل لنا نصيبا من ذلك ومن جميع أنواع الخيرات إن شاء الله. وأدامنا على ذلك في ازدياد حتى الممات. ليه؟ لأن الإنسان سيطلب العلم إلى أن يموت. ابن مالك كان بيخرج في الروح في سكرات الموت، ابنه جمال الدين حفظه 8 شواهد وهو في سكرات الموت، خلاص بيموت. يا أبي، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. هنا مولانا الشاهد ليت، ألا ليت الشباب، صح ولا غلط؟ ألا ليت الشباب ولا الشباب؟ قول سيد عبد السلام. الشبابي اسمها يا ابني منصوب. هو يحفظ الشاهد، فهمتوها؟ هو يحفظ يا مولانا الشاهد فيحفظ. يا مولانا انت بتموت في سكرات الموت، قال لان اقابل المولى وانا احفظها خير من ان اقابله وانا اجهلها. لما اقابل ربنا واعرف 100 معلومة افضل ما اقابله وانا اعرف 20 معلومة. لا يا مولانا، العلم حاجة كبيرة. قول يا ابني. وغفر لنا ما جرى وما يجري منا من الزلات، وفعل ذلك بوالدينا ومشايخنا وسائر من نحبه ويحبنا ومن أحسن إلينا وسائر المسلمين والمسلمات. الله الله، إيه المسلمين والمسلمات؟ إنه استناني. الشيخ بيعمل إيه دلوقتي؟ بيستأذن. الشيخ بيعمل إيه دلوقتي؟ يستأذن بيه مولانا بالدعاء علشان يدخل في المضمون.
ايه علاقة المسلمين والمسلمات؟ الله يعبده الرجال تعبده النساء. الله يحب أن يعبد على علم من الرجال ويحب أن يعبد على علم من النساء. هل للنساء أن يطلبن العلم؟ يطلبن العلم. هل للنساء أن يطلبن العلم؟ يطلبن العلم. ابن حزم، تعرفون ابن حزم الظاهري؟ مات سنة كم؟ 400 وشوية كده احنا السيد تيرتو ينسى، احنا عايزين نعمل كتاب، نعمل كتاب في الموضوع ده، نسميه تبييض الزجاج في مناقب تيرتو بعد الزواج. الخصيصة الأولى أنه صار يعني ينسى النحو، الخصيصة الثانية ينسى ابن حزم، وكتبته 20 مرة. سبحان الله سبحان الله. طيب تبييض الزجاج أو تسويد الزجاج أي حاجة. خلي بالك يا مولانا، خلي بالك حاجة كبيرة، لكن لن تظهر كرامته الآن، تظهر بعد 5 سنوات. لا أمزح، لا أمزح في هذا الموضوع، أنا لا أمزح. مولانا ابن حزم مات سنة 456، 16 امرأة من شيوخه، 16 امرأة. على فكرة سنن النسائي درستها له امرأة، 16 امرأة من شيوخ مين؟ ليه؟ كان ابن وزير، فكان الجواري على علم. مولانا سعيد ابن المسيب عندما تزوج، عندما سأل على أحد الطلاب غائب، فقالوا ماتت زوجته، أنا حكيت لكم هذا الكلام، فراح مولانا سعيد وطرق الباب، مين؟ قال سعيد. الطالب جوه قال جاء في رأسي كل سعيد، جاء في رأسي كل سعيد لكن ما عدا سعيد ده. سبحان الله، ليه؟ لا يخرج بيت للجامع، الجامع البيت، 40 سنة طول حياتهم بيت للجامع، الجامع للبيت، شغله مع الطلاب وخلاص. فلما دخل مولانا قال له ايه زعلان ليه؟ قال له ماتت زوجتي. قال له ولا يهمك، انا اجوزك. راح مجوزه بنته، جوزه بنت مين؟ بنت مولانا سعيد. في الصباح يا مولانا هو رايح الدرس، قالت له رايح فين؟ قال لها رايح احضر درس مولانا سعيد. قالت له اجلس اعلمك علم سعيد. رايح فين؟ أنا عروسة. عاوز تتعلم؟ أنا جاية من البيت متعلمة، أبويا معلمني. فهمت يا مولانا؟ أبويا معلمني. مولانا، ولذلك المرأة يكون عندها علم، لكن إذا كانت المرأة عندها علم وجوزها ما عندوش علم في خطورة، عشان كده يشد حيله، عشان كده يذاكر، عشان كده يجتهد. ها الزوجة تحفظ 30 جزء، الزوج يحفظ 12 جزء، مصيبة سودة، مصيبة سودة يا مولانا، مصيبة سودة. فحاجة من اتنين، إما يحفظ هو القرآن كاملا وإما ينسيها القرآن كاملا، لكن لازم تفوق، لازم تفوق. وهل ينسى الإنسان القرآن؟ إذا انشغل. القرآن لا يقبل شريك، القرآن لا يقبل يا مولانا شريك. يعني يا مولانا يعني ساعة للقرآن، دي للقرآن، لكن هل نحفظ قرآن وفقط ولا نقرأ علوم شرعية؟ لا لا، هذا الكلام فيه في خطورة، لكن اجعل ساعة للقرآن هي له وحده. هنا مولانا يتكلم عن المسلمين والمسلمات، معنى المسلمين يعني في عالم رجل وفي عالمة إيها امرأة، وأعلم النساء كان مين يا مولانا؟ السيدة عائشة، يليها زينب بنت جحش، يليها حفصة. فهمت مولانا؟ معروف ومشهورين بالعلم، معروف ومشهورين بالعلم، أعلمهم عائشة، يليها زينب بنت مين؟ بنت جحش، يليها حفصة. خلي بالك يا مولانا الرسول أيضا كان يعلم ويسأل ويسأل ويجيب و و و وكم من امرأة أعلم من رجل لا نعترض، وكم من امرأة أفضل من رجل لا نعترض، لكن يا مولانا شد حيلك، شد حيلك واجتهد. نعم. إنه سميع الدعوات جزيل العطيات. نعم، الشيخ كده عمل إيه؟ الشيخ استأذن أن يدخل في المطلوب، عشان بعد كده لك ثم إن أصحابنا المصنفين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يجمعنا على حوضه الشريف يوم لا ينفع مال ولا بنون،
إلا من أتى الله بقلب سليم. آمين آمين. وصلي اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.